عيد الفطر مناسبة عظيمة يفرح فيه المسلمون بإتمام نعمة الله عليهم بأن وفقهم لصيام رمضان وقيامه وأعانهم عليه، فيشكرون الله على ذلك بأداء صلاة العيد وينصرفون منها بجوائزهم من المغفرة والرضوان والأجر الكبير. وإن مصابنا في الشام والحالة التي يعيشها أهلنا في المناطق المحاصرة أو بلدان اللجوء ينبغي أن لا ينسينا العيد وفرحته، فهي فرحة بإتمام العبادة. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ففي عيد الفطر فرصة لنروح عن النفس بعض همومها ونواسي بعضنا وندخل البسمة على وجوه أهلينا وأحبائنا وكل من حولنا، وهي مناسبة لنعطف بها على من هم أشد ضررا وبؤسا منا ونواسيهم بأموالنا وأنفسنا. وصلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة التي يجب إقامتها في بلاد المسلمين، وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. من أحكام صلاة عيد الفطر أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى صلاة العيد اتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يخرج للصلاة ماشيا ويعود من طريق آخر ويفشي السلام بين المسلمين. الأصل أن تصلى صلاة العيد في المصليات خارج البلدة، وإن تعذر تصلى في المساجد الكبيرة في البلدة. وقت صلاة العيد وصفتها: تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها عن الأفق مقدار رمح، أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة. تقام صلاة العيد بدون أذان ولا إقامة. صلاة العيد ركعتان، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام قبل قراءة الفاتحة، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، وفي كلها يرفع يديه. يستحب في صلاة العيد أن يقرأ الإمام بسورتي الأعلى والغاشية أو قاف والقمر. يسن للمسلم بعد صلاة العيد أن يستمع للخطبة لما فيها من الخير والأجر. مستحبات يوم العيد: الاغتسال والتطيب ولبس أجمل الثياب، التكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى ابتداء صلاة العيد، ويسن رفع الصوت بها للرجال، كثرة ذكر الله على ما أنعم به من إتمام صيام الشهر الفضيل، التوسعة على النفس والأهل لكن من غير مبالغة بما يؤذي مشاعر الآخرين لا سيما من فقدوا أقاربهم، كما ينبغي للسوريين خارج سوريا مشاركة إخوانهم المرابطين بالداخل بدعمهم والتوسعة عليهم، تبادل التهاني مع بقية المسلمين.